السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم الفيديو بخير وعلى خير وفي اتم الصحة ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غادي نوجدوا واحد الغريبة اللي كتجي بنينة واقتصادية بلا زبدة، كنتمنى تعجبكم. بالنسبة للمقادير، هنا عندي نص كيلو تاع الدقيق، عندي 100 غرام تاع السكر سقي، شوية تاع القرفة، عندي نص زلافة تاع ما بين اللوز مهرمش والشوكولات، عندي زلافة تاع زنجلان، وعندي زلافة كبيرة تاع الزيت وخميرة. هنا أول حاجة غناخد الدقيق اللي سبق لي وغربلتو، غنزيد فيه زنجلان، اللوز كونكاسي والشوكولات، سكر كراسي وقبصة تاع الملح. غادي نمجد العناصر مزيان، غادي نبقى نزيد الزيت بشوية بشوية حتى تمتاز العناصر مزيان و كتجمع عندي العجينة. بالنسبة للزيت كيبقى على حسب الدقيق، يعني كل دقيق النوعية ديالو، كل اللي كيشرب مزيان وكل اللي لا. بما ان ما فيهاش هذه تجيه الشيشة، ما فيهاش الزبدة، وانا كنجمع العجينة وانا كندلك فيها. دابا ناخد خميرة اللي هي 15 غرام، يعني جوج خميرات تاع المغرب. غادي ندلكها مزيان، المهم هنا من بعد ما دلكتها كيف ما كتشوفوا يعني كتصبح على هذا الشكل، ما الا كورتها ما كتفرتش. انا غنحاول نكورها يعني كورات شويه صغار، يعني الحجم كتحكموا فيه، نحاول نديرهم بحال بحال. المهم انا غنستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه ديالي كامله. انا في هذا الاثناء راه الفران عندي كيسخن على درجه حراره 180، كنشعلو عليها من الفوق حتى يعني كتفقع. عاد كنشعلو عليها من تحت، يعني تغضوا بالكم معاها في الطياب لان بما ان فيها الشوكولاتة. كيجي اللون ديالها لون قهيوي وكتجي بنينة. انا من بعد ما ساليت الكمية كاملة غادي ندخلها الفران كيف ما قلت لكم قبيله، يعني تطيب من الفوق عاد باش نشعل عليها من التحت ونطلقاو. وهذه هي الغريبه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران، كيف ما كتشوفوا معايا كتجي زوينه وبنينه، كتجي هشيشه. كنتمنى يعجبكم فيديو تاع النهار.
ولا يعجبكم فيديو ما تنسونيش من التعليق الزوينة ديالكم اللي كتفرحني. كنتمنى الفيديو تاع هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وخليكم على خير، ونقول لكم عيدكم مبارك سعيد، ندخلوا عليكم بالصحة والسلامة، وإلى اللقاء.